وتعملي المنديل الورق كده وتنفخي، قال يعني زعلانه، كل ده تمثيل طبعا في تمثيل، وفي الاخر تاخدها بوستين وتبقى انت كده عزيتي. لا، ضيعتي وقتك وحرقتي دم اللي خلفوها وبتاع. العزاء يعني تقويه، قالها سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي احنا بينا اصلي عليه ولا نعرفه. قال ايه؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم شغلوا بميتهم، ما عرفوش يعملوا لقمه. اعملوا انتوا يلي الميت بتاعهم مش تبعكوا، مش في بيتكوا، اعملوا لهم لقمه، يبقى عزتوهم. وقال الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه: قد ذهب لي عزاء قوم لا مصيبه مع العزاء. الله اكبر، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، عيني عليها البت، عيني عليه الواد. اه لو مش فيه بت، اه لو مش فيه واد، كنت سبت مصر وجريت. اخوانا يا ايها السادات المشاهدون، اعلموا ان العزاء تقويه وليس مجرد وجود جسس. اللي هيعمل حاجة لأهل الميت هو ده اللي هيعزيه. اللي جاي يوقف العربية في الشوارع ويقفلها وجاي يسمع ربع قرآن عندنا، كل المراسم اللي بنعملها غلط وحرام كمان. حرام إن احنا نقفل شارع بحجة العزاء أو الفرح، حرام حرام. ممكن حد يحس بالفرح بارتكاب حاجة ربنا حرمها، قطع طريق مثلا يعني. وبعدين اللي بنعمله ده أساسا ما هوش لا في الفرح فرح، عشان تقول لي ان انا اعمل طول الليل عيال تعمل كده، واللي يرقص واللي مش عارف يقول لي يصفر واللي يخبط بالطوبه وبضرب نار، ده فرح؟ لا طبعا، ده تهريج. فيا ريت كنا لمينا الدور من الاول وقلنا يا اولاد هتصدعوا نفسكم ومش فيش حاجه هتتقدم كويسه، والعيال هتخبط بالطوب ويمكن طوبه تيجي في راس حد فيكم. قوموا يا حبايبي روحوا، يلا هابي بيرث داي مارج، جواز سعيد ان شاء الله، وروحوهم من بدري وبطلوا الميكروفونات. اقسم بالله يمكن ربنا يبارك وتبقى الزيجه نافعه. انما ايه وفرح بقى، ولا عايز يرقص ولا عايز يعمل معرض، والبت اللي جايه تقول انا هوت يلا اخطبوني بقى بعرف ارقص، كل ده تهريج وكلام مش ينفع ولا في العزاء احنا نافعين. مجرد خلاص عياكم غفر الله ذنباكم، شكمنا شكمنا. والمعزة ده أنا بستغرب، يوم ما مات أبويا أنا الله يرحمه، قعدت أحلف يمين بالله العلي العظيم، وكان أخويا أكبر مني الله يرحمه، وقف. لكن أنا 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 فعلا صادق، لو عشرة يقوموني مش هقدر أقوم. ومع هذا الناس إيه؟ قوم وقف. مع اني كنت امور كده 16 سنه يعني، اقدر اقف 10 ايام بس، حيلي وقف، ظهري اتكسر. ده ابويا، ده ابويا ده يعني عطيه ابو زيد، اللي انا بكتب، اللي انا ممكن اكتب عنه 3000 4000 صفحه. فانا رحت معاه اساسا، اقف ازاي؟ الاقي اللي بيعزوه في عمر مكرم، في عمر الشريف، في اي عمر في الدنيا، واقف واقف بالخمس ست ساعات عشان يتلقى العزاء. دي مراسم ما انزل الله بها من سلطان. المفروض ابوك مات، امك ماتت، مراتك ممكن تكون انت قوي انها راحت وخدت الشر معاها الله اعلم، بس العزة ده معناها ان سيادتك ما انتش قادر تقف، واللي جاي لك هو اللي بيطبطب عليك ويقول لك شد حيلك وحط القرشين في جيبك. انما انت واقف ازاي؟ انا عايز افهم ازاي انت واقف راجل يعني وبتتجلد المصايب، ما انتش محتاج العزة ده. احنا بنهرج في كل حاجه، مش موضوعيين في كل حاجه. يا فندم العزة